الاوضه دي هتنور وتزفي يا عم بقى. هو بس يا زاز بس هو ده اللي كده متدرج يا عم بقى. عليه مالك يا ميس؟ وقفت انا اخوك يا زغلله. افهم ما تبقاش حمار. انا اخوك يا عم. يلا يا ابني اوعى. يا بقول لك افهم يا حمار. عندها مشاكل بتقولها لي. انت ايه؟ انت ايه يا اخي؟ ابن حرام. نزل يدك يا ابن حرام. ايه وابن حلال ايه؟ انت هتعمل فيها الجامع؟ والله العظيم ما هسيبك يا زغلله. والله العظيم ما هسيبك. نزل يدك. بدل ما انتك بتكفي طباعك يا مان. هندمرك. سيب الفلله. بقول لك بس ما يا اخوك. يا سلام سقوط عليكم يا ولاد بطني. بس يا ولد انت وهو ايه؟ حرام عليكم. انا قلبي وجعني خلق. الحقيني ياما الحقيني ياما. شوف ابنك ميزو حبيبك اللي بتحلف بحياته. دخلت الشقه لقيته قلب الشقه شقه الدعاره والبنت جت معاها السنين. انا البزر كان وحش قوي. يا ابن الكلب يا ابن الكلب. بس يا ولد انت بتقول ايه؟ ايه يا ولد؟ ايه يا ولد؟ يا نهارك اسود. تاني خطبها لك وهتجوزك تطلع وسخ لابوك ليه؟ ليه كده يا اما؟ ليه كده؟ انت مصدقه على ايه ده؟ انت ما تعرفيش ولادك؟ انت فضلت تفضيله في ودانك طول عمره لحد ما طلع عيل شمال. الواحد بيستعار انه يبقى اخوه. انا اللي دخلت ايوه 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 ايوه. خش على بقى بطقم الحنيه ودستني النحنحه بقى بعد ما نكستنا الشقه. وايه مستعر مني ليه؟ مستعر مني ليه يا عم الفنان؟ ها ولع انت لحمك بشحمك بعظمك بلبسك ده من خيراني. ده انت كنت من سنتين بس في الدبلوم تلميذ وانا اللي بجيب لك الكراسه والجلاده برضه من حرام وماشي الشمال اللي مش عاجبك. ايه خلاص نجحت في الدبلوم وبقيت فنان كبير وبقيت عباسة حموده. ولا انت فنان منزلهم ياه. انت ما بتعمرش في شغلانه اكتر من اسبوع واكل نايم شارف في الكانديت زغلله ومش عاجبك. وماله يا زغلله لما تصرف على اخوك؟ هو ميزو ماله؟ هو عمره خلى على جهده جه؟ ما هو يا حبه عيني بيشتغل من وهو عنده 9 سنين غيرش. بس حظه قليل ورزقه قافش. وبعدين هتعايره على ايه يا حسره؟ ده احنا يوم ما بنتعشى ولا بنكمل بطن بنقول الليل عين. امي بره الموضوع ده يا زغلله عشان قلبها ده اللي ما حلفناش نعمله العمليه. ومش هخليها تروح مني في عيل وسخ زيك. بس وغلاوه امي ما هعديها لك يا زغلله. وهنفكرك ان ميزو قال. هنفركوك. ربنا يحنن عليك. شايفينه عاد سيبك. المنظر كان وحش قوي. ام عاد رايح فين بس يابا؟ تعالى يابا. الواد زغلاله والواد اخوه صوتهم جايب محطه الرمل. انا هنزل اشوف. معلش يابا ما انت عارف هما كده على طول الداخل بناتهم خارج. هو الواد زغلاله ابن الكلب ده اني عارفه كويس قوي. مكمن اخوه واد طيب هو حاطط عليه. بس ما يصحش كده. لازم ننزل. لا 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 خليك بس يابا. اهو صوتهم هادي سامعهم؟ اقعد بس. هو الواد زغلاله ده اصله ما شافش تربيه. ابوه مات وهو لسه لحمه حمراء. ابوه اتقتل راح زي كلاب السكك اللي بيسموهم السماوي وهم ماشيين ولا همش دقيق. اه انت كل مره بقى تقول لي سعيد ابو زغلاله اتقتل. ما تقوليش اتقتل ازاي وهو كمان ما بيحبش يحكي في الموضوع ده. ربك سبحانه وتعالى فداني بيه. هو قاعد يزن على ودني يزن على ودني عشان نروح نسرق فيلا بتاعت باشا كبير قوي في كفر عبده. أنا بصراحة ربنا ما كانش ليا في الشمال خالص. بس تقولي إيه؟ الزن على الودان أمر من السحر والشعوذة. الغرض رحت معاه وقلبنا الفيلا. جبنا عليها وطيها خدنا كل اللي إحنا عايزينه. وإحنا بقى بننط من على السور الباشا جه. أنا اتثبت وش جه في وش الباشا. هو حاول يجري الباشا طخ عيار. جاب أجل واد في صدري. السر الإلهي بيطلع منه. قال لي خلي بالك من المحروسة ومن أشرف. محروسة؟ محروسة مين؟ خالتك أم ميزو يا بت. أنا خدت 3 سنين في السجن لكن ربك والحق خرجت ما بسيبش سجادة الصلاة أبدا. وخالتك أم ميزو اتجوزت وراحت مع جوزها أبو ميزو على مصر. وسنين تروح وسنين تيجي ألقاها واقفة قدام الباب بتقول لي ما انتش فاكر وصية سعيد صاحبك؟ قلت لها بك ايه؟
قالت لي خلاص ماليش متوى ومعايا عيلين في ايدي. غلط، سكنتها في المطرح التحتاني. وسبحان الله سبحان الله يا بنتي، هنقول ايه؟ عيل يطلع ملاك والعيل التاني شطان عفريت متسلسل. عندك حق يابا، عندك حق. طب اقول لك ايه يابا، ما تخش تقيل شويه وانا لو جد جديد هصحيك. ايه شغل العيال ده مين؟ في ايه؟ انا مش راجع البيت تاني. ايه؟ اللي ايه؟ مش راجع البيت تاني، وعاوزك كمان تشوف لي مطرح ابات فيه. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ لا مش هبل. يعني ايه؟ يعني ايه انت ما ترجعش البيت تاني؟ واحنا شبه العيال دي؟ بقينا شبهها. ما ينفعش يا مين. طب وخالت ام ميزو هتسيبها؟ لا طبعا، هبقى اروح ازورها كل شويه. طيب. بس انا وزغلله اللي بقت تحت سقف واحد تاني مش هيحصل، عمره ما هيحصل. قول لي بقى ان الحكايه فيها زغلله. كان فيها زغلله بصراحه يبقى معاك حق. انا لو زغلله ده اخويا والله اخبى على اصحابي، مش هقول لحد. انا مش مصدق ان اخوك يا ميزو. طب روق روق بقى، خلاص بقى واحد الله. قول لي زغلله عمل معاك المره دي. اللي عمله معايا زغلله المره دي اقول لك ايه؟ ده حاجه ما تتحكيش. لا غدر بيا غدره، ما تجيش من اوسخ واحد غريب. انت اللي مكبر الموضوع يا ميزو. ابوس ايدك ما تقلبها دراما، عشان انا مش ناقص، انا مش جاي من الشركه. لا لا، ما هي ضلمه، ما هي ضلمه عشان ما نحطش على بعض. انا كمان كنت ناقص زغلله عشان يكحلها لي. انا ناقص هتمسح. انا فنان والله. نفسي كده، نفسي اقف على مسرح امسك الحديده كده واقعد اغني. ناس كتير كده قاعده كده مبسوطين بيا ومستمتعين بصوتي كده ومتسلطنين، واول ما اخلص غنى كل يقوم كده مبسوط واقعد يسقف. الدنيا تضحك لي بقى، تضحك لي وتقول لي خد خد يا ميزو وانبسط. بس انا ما بيحصلش معايا كده، ما بيحصلش معايا غير حاجه واحده بس، اتضرب على دماغي ومش بأي حاجة، بالجزمة القديمة كمان. يا ميزو ده كلام انتحار، انت ناوي تغرق ولا ايه؟ ما تقلنيش عليك بقى يا ميزو. وبعدين انت برضه متصرب على كل حاجة، انت مش عارف تمساح شايل لك ايه. شايل لي ايه يعني؟ مصلحة حلوة وبكرة. انت جايب لي انا مصلحة هتمسح؟ اه. طب بلاش. بلاش ليه يا ميزو؟ عشان مش هتحصل. مش هتحصل ليه؟ مش هتحصل ازاي والنني خرج من السجن؟ يعني ايه؟ طب ايه المصلحة في كده؟ انني خرج من 5 سنين. ماشي. هيعمل فرحة كبيرة بقى، وهيجيله بقى الناس عشان تجامله بقى، وكبارات بقى، وعشان يكيتوا عليه. هي مجاملات كده اسمها جماعية يا ميزو. مين اللي هيغني في الفرح؟ مين يعني؟ شيبة؟ لا، انت اللي هتغني يا ميزو. في ايه؟ أحلى انا بكلم خطيبتي. في يا ميزو؟ والله العظيم انت اللي هتغني يا ميزو. يعني ايه؟ يعني انت قلت له ان انا هغني وكده وهو وافق؟ قلت له وافق. وقلت له يعني يقول اسمي في الحديده وكده ويصيطني وبتاع؟ هو اللي قال لميزو، قال ان هيقدمك تقول مع النادي ميزو القناص. يعني انت بقى بتحب تشوفني وانا مهموم وزعلان ومخنوق ومكتئب وكده؟ انا ميزو ده انا ما بحبش اشوف عليك الوقت. لا انت بتحب تشوفني كده، ان انا قاعد بقالي ساعه بشكيلك في همي وانت شايل لي المفاجاه دي. شايل لك المفاجاه دي؟ اديك قلتها يا ميزو. امال لو عرفت المصادمه بقى. لا المصادمه قولها عادي. النني لغى الفرح. لغى؟ انت مش عايز تغني ولا ايه؟ نفسي. امال ليه؟ طب يا ميزو ما تتشائمش كده. عارف النني هيدفع كام؟ يدفع لمين؟ يدفع لك انت ميزو 50 جنيه جديدة لانج مشطرة بأرقام مميزة. استنى هنا يا ميزو، في ايه؟ هيدفع لنا 50 جنيه؟ اه. بركة دعاك يا أم ميزو.
بس انا ليا فيهم 5 جنيه. الحمد لله. انا كنت متاكد انني هنلاقيك هنا، ما انت من صغرك تتقمص تيجي تقعد في الحته دي وترغم على البحر. نزل ايدك يا زغلله عشان ما اقلش منك. يلا هتمسح عشان المكان بقى نجس. نجس نجس ده قصده عليا انا. ولا اسرح انت عشان عايزين نقوله كلمتين انا واخويا كده على انفراد. انا عايز اعرفهم، ما انا بنسوا صاحبي قوي. طب بقالك فتره ما نزلتش المالح، تحب ننزلوك؟ لا لا انا مش عايز انزل المالح يا ميزو. عليك ميزو فكك بقى من جو الصعبانيات والتمثيل عشان احنا مش في المرصح هنا. هلا هلا اشتري مني انا. طب بص نتكلموا كده بالمنطق انا وانت، العيب عليك ولا عليا؟ هو انا اللي رحت حبيت وخطبت واحده شمال؟ اوعى تكون يا ميزو فاكر انني ما كنتش عارف ان انت جاي. لا انا كنت عارف وقصدي ان انت تشوف بعينيك عشان تصدق، عشان مهما كنا قلنا ببقنا كنت انت مش هتصدقني وكنت هتقول يعني ان انا يبقى معر وبقول لك اي كلام. البنت دي شمالها ميزو. ازاي وسخ كده؟ انت ازاي وسخ كده؟ انا لا راجع البيت ولا عايز اشوف وسخك ده تاني. ماشي حل عني بقى. هلا البنت شمالها. هلا الواد مش عايز يصدق. شمال